بالأزمات ما في إلنا إلا الحوار، بيتخانقوا وبيصرخوا على بعض وحنجرته للشيخ سامي بتطلع من محلة وبيرجعوا على طاولة الحوار. ممنوع صاب ولا واحد منكم، كلكن على البيت، الكل على البيت. هيك صار بال 2006 بعز دين الصراع بين 14 و 8 آذار ورياض الصلح وساحة الشهداء صالين على بعض والسما زرقاء. الرئيس بري جاب الفريقين على حوار بمجلس النواب، وهلأ عم بيعمل المحاولة ذاتها. بسلامة قلبي ألف مرة إذا صار لي شيء رح تتشمشحوا. خلينا نتخيل سوا شو ممكن يصير على طاولة الحوار اللي أول عآخر رح تنعقد. أنا دائما بقول بالسياسة قل له الواحد عن إذنك تتسكتوا بضل صديقك، قل له البعيد سكر تمك تقتل انت وياه. بداية بالتأكيد رح يكون الرئيس بري محضر لهم سلة، هيدي كل مرة بيجيبها معه على طاولة الحوار، فيها من جميعه، رئيس وحكومة وحدة وطنية وقانون انتخاب جديد، ومش غلط شي رشة هيك تعيينات من قريبه، هيك بتطفي أجواء شراكة وطنية وعيش مشترك على الحوار. ونبدأ بالتنفيذ بانتخاب رئيس الجمهورية، لو يطوعوني ما كناش وصلنا لهون. قال له جدي كان يعدل الميلة، قال له كان يعدلها قبل ما تميل، كنا عدلناها قبل ما ميلت هالميلة. هالميلة هي اسمك عام سمى، اسمك عام سمى النبيه، والبر بصفاتك الحلوة بيتغنى وبيتجلى. هلأ وبما أنه جبران رح يترأس هالمرة وفد التيار لأنه هو رئيسه ورئيس الكتلة، رح يفاجئ بري بخربطة جدول الأعمال، يعني بفشكله السلة. كيف؟ هاها. قبل ما يوصل جبران على ساحة النجمة بيكون الجنرال فقع مؤتمر صحافي عريق من الرابية ونسف جدول الأعمال. حكومة ميقاتي قبلت لها استقالتها وما إلها حق تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية. كرمال سهر الجنرال مش عم تألف الحكومة، لعيون صهر الجنرال ما تتألف الحكومة. هيدي مغتصبة للسلطة ومنتحلة صفة، ما بدنا لا جدول أعمال ولا بلوط، المطلوب بند وحيد هو انتخاب رئيس، وإلا بتكون المنظومة الحاكمة عم تعتدي على حقوق المسيحيين، وقد أعذر من أنذر. كل هذا وأنت في سبيل مدللك تخرس الأنفس وتلجم الأفواه بتلويحك بالراية الوطنية وحكم الواحد العدل. وطبعاً الجنرال ما رح يكتفي بتحديد جدول أعمال الحوار، يعني حصره بانتخاب رئيس وبس، رح يسمي الرئيس كمان. مثل ما رشح جبران من القصر رح يرجع يتمسك بترشيحه من الرابية، ويلي عجبه عجبه ويلي ما عجبه بتعرفوا انتو الباقي. رسالة بتوجهها للشباب يلي كانوا موجودين هون وكانوا كل وقت ناطرين وحتى عم يهتفوا بدهم جبران بصير رئيس للجمهورية، شو بتقول؟ رئيس بعد عمه، رئيس بعد عمه، رئيس بعد عمه. مش لشي لا سمح الله وانه عنده نكد وهيك، لا، لأنه بده يحمي ثروة لبنان النفطية يلي اكتشفها عون وبسيل وحققوا هالإنجاز التاريخي. وانتو بدكم تحموها، ما حدا بيحميها غيركم. أما إذا جرب الرئيس بري يطلع له شي أرنب من هون أو من هنيك فلكل حادث حديث، وساعتها بيكون اعتداء إسلامي على المسيحية أو بداية حلف رباعي جديد. الحقيقة يبدو بري وكل القوى السياسية التانية ما تعلموا بعد. يا جماعة القصة بسيطة، ما تغير شيء من 2014 لليوم. بال 2014 كانت المعادلة ميشيل عون أو الفراغ، اليوم بدل ميشيل عون حطوا اسم جبران بتصير جبران باسيل أو الفراغ، وكل حوار وانتو بألف خير.